تارك الصلاة خان الله وخان الرسول. اسمع يا تارك الصلاة، تارك الصلاة لا يجالس ولا يؤاكل ولا يشارط ولا يصدق ولا يؤتمن ولا يرافق ولا يزوج ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين. تارك الصلاة بالعربي الفصيح، تارك الصلاة مكبوت وعلى غير الإسلام يموت. فالله الله بالصلاة، فإنها آخر وصايا نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يصارع الموت، يقول الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. فإنه صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة الصلاة، إن صحت صح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل.